السلام عليكم خوتي. اليوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي على محمد. صح. اليوم تجور مع المطار على 6 كات. هذا ديجا اللي قلت لكم بوسيبل حضرت عليه فيها سوبابا. هذه ديجا سوبابا تاع سيلندر هذايا. الدوزيام جهة الفولو موتور. الثروزيام جهة لاشان كي نحسبو. هادي كاينة سوبابا تما لهنا ما تقفلش مليح. ساعات تقفل ساعات ما تقفلش لهنا. كي درت لها تيست كومبريسيون لقيت هادي ناقصة. بقى ماشي بها مولا ماشي بها ماشي بها حتى نزل صوتها للجوند كيلاص. هادي دركا فيها مشكل. الجوند كيلاص لا كومبريسيون تخرج ديريكتومون على لا كيلاص. لا كومبريسيون تاع لي بيستون تعدي على لا كيلاص تخرج. راني حلف. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت. قلت لكم بعد نحيت المية كاملة باش توصل للا كيلاص هذيا. دوك نحي لا كيلاص بإذن الله ونعطي لكم جواند كيلاص وين قاعد يفوتي إن شاء الله. بعد نبدلوه وكراهة ما دام تبدل جواند كيلاص من هنا يمشي بها مولا شهر شهرين أب تلقى جواند كيلاص فيه مشكل من بعد. هذه اللي بديت ديكوتي منها تسمى تولي تبان الخدمة اللي نخدمها شغل ما تصلحش. وعندي واحدة أخرى وسي داخلة عندها واحد شهر وحاجة مني خرجها موراها زاد ولات تسخن له. هو دارتها له دارها له المانو تاع هذا تاع الفونتيلاتير ورات الفونتيلاتير ما ديماري سخنت له الطوموبيل تم تبيك جواند كيلاص ومن بعد بلوكات له بدل تيرموستا. صح شك في التيرموستا جاب لي بدلت له التيرموستا من بعد ظهر المانو هذا اللي فيه مشكل بدل المانو وبدل مسطى جديده اللي مشابهه هي مات ومن بعد بلوكات له ومن بعد زاد ولات تحل وتقفل نورمال باسكو سخنت له. كي سخنت له تمت بيكا جواند كيلاص على هذيك اللي تمت بيكا ومن بعد كي زاد حكم بها طريق ولا يفوتي بزاف سخنت له خلاص طلع له الخطره دي طلع له لي قبيل الروج دونك اوبليجي راح نزيد نحلو ونشوفو المشكل تاع جواند كيلاص هذايا تاع الهند اللي قاعدين يبيعوا فيهم راه ما يصلحوش كيما هذاك اللي ركبته له راهو في الاسكو وما يصلحش. اللي بدلت لها ديجا لي سوباب تاع اللي بدلت لها لي سوباب كل. والسلام عليكم اخوتي. نحيت لا كيلاص ها السيلندر اللي قلت لكم ما يحرقش مليح تشوفوا فيه كحل. وهاي الشمره اللي قاعده تخرج لا كومبريسيون للماء هاي من هنا. دوك نزيدو نشوفوها في لاكيلاص. مازلت مشتاش في لاكيلاص دوك نشوفوها مع بعضنا. بيت شويه ايسونس هاي اللي قاعده توضف ساعه تقفل ساعه ما تقفلش. هاي هادي دوك نزيد نكتبها دوك نزيد يهود ليسونس. هاي بدات هاي بدا يخرج. هذه زيدوا لها روداج لا ما كانش نبدلوها وبرك تريبون نيتواياج وخلاص. ها هو جواند كيلاص خاوتي. الله غالب. زد لي الفيديو نعطي لكم لا كيلاص وكل شيء ومن بعد لقيتو زد لي طرف تاع نص تاع فيديو رحت من بعد لقيتها ديريكتومون كي وليت في لي سوباب. دونك في جواند كيلاص ها هو كي كان في لا كيلاص ها هو وين كان يفويتي راكم تشوفوا فيه. هنا جواند كيلاص هادو هما لي سيلندر هادو هم نورمال كي لقاوهم كيما هكا بيض راهم نورمال. هنا وين كانت لا كومبريسيون تعدي للماء فوالا حتى من تحت هاي كيما نعطيلكم بعد في السيلندر الاول هذا. دونك لا كيلاص لقيتها عوجه شويه بعدت ربطتها وشي هو اخر عندي كلافيت تاع البينيون لقيتها مكسره وسي هو بعثت يشري وحده. لي بولون هادوما تاع لي بالي لي بالي تاع في البركان هادوما لي بالي تاع لي زربركان راح نبدلهم الكل باسكو لقيت واحد تقرط ف
في اللاكيلاس بعد جيت ومقرد كي جيت نحلو تقرد في اللاكيلاس ومن طبعا ينحيه تورنر كي رابطي لاكيلاس بعد كي يمسحها يبقى لي كي يجيب لي نعود نكمل المونتاج ان شاء الله كي يجيب لي دوزان وهو عندي سوبابا هذيك اللي قلت لك ما تقفلش هكا شفتوها هاي في السيلندر هذا الدوزيام جهة الفولومتر تروزيام جهة لاشين او هدرت عليه ديجا هذا هو نكمل المونتاج ان شاء الله وبعد ما المونتاج هذا باذن الله نعمل لكم فيديو كيفاه تنوض جاتني خوتي لاكيلاس تاع 6-4 صافي وصلني ماج برك بدلت لها السوبابا هادي خلاص هادي بدلتها كومبليتمون وروديتها ولا تقفل مليح مسحة خفيفة في لاسيرفاس تاعها قلت لكم السوبابا ولا تقفل مليح ما ملي بحدها يقفلوا بيان مازال لي تري بون نيتواياج برك عليها ونقفلها خلاص انا نيتويتها كانت كامله باللي كرار كاع هذوما كما راكم تشوفوا فيه من هنا مازال لي بركه تري بون نيتواياج لها مليح ونقفلها كومبليتمون نقفلها ونركبها باذن الله تعرفوها كيف تركب تقول لي تقول ما نعرفش تقول صبغاها هذه باللي كران هذو تاع الواحد بعد نحاها بالابريسيون تاع الماء ونغسلها بالليسونس مليح هذا هو قالي من بعد غير كي نركب بربي ان شاء الله نعمل لكم فيديو كي نجيو كي نعود حنوضها ان شاء الله مونتيت المونتات على 6-4 فض برسك فض مازال لي لارون تاع لي سانجيكتور بركا ديريتها هادي كي تشوفوا فيها دي بوبين بركا باذن الله ونوضوا مازالت لابولي من هنا مازالت ما ركبتهاش باها بلا كروات على الكليماتيزر تاع الالترناتور كمل هادي مازالت هادي تتسنى هادي سيفها جبنت كيلاس لا كونكلوزيون بركا تاع ال 6-4 هادي هاديك المشكل اللي فيها انه بزد المانو نهضر على هاديك بزد لنا المانو تاع الفنتيلاتور قال لي مولاها جاني قال لي ترموستا بدلنا الترموستا قاعد يطلع من شوز من بعد ديكوفرين اللي راه المانو بدلت المانو رجع الطوموبيل لاباس الترموستا اللي بدلناها اللي حطيناها في الدوريجين ماهيش ملاحة مشات ايامات ومن بعد عاودت بلوكات ومن بعد عاودت حلت كي عاودت بلوكات ومن بعد عاودت حلت واش دارت دارت في سيرة في جوانت كيلاس هادو مالا 6-4 تشم شوية سخانة يروح جوانت كيلاس تشم شوية سخانة برك يروح جوانت كيلاس هذا واش كاين في لا 6-4 اون سي جامي تبلوكي ترموستا ولا فوي تاع واش اسمو تاع ما تقدر تروح لك الترموستا نورمال لا كونكليزيون تاعهم راه يشب شويه سخانه تروح يروح جو ديريكت مو جوانت كيلاس يتبيكا قادر تولي تعمل لك لابريسيون في لي ديريت لا كومبريسيون تاع ديال الماء تولي هذا هو واش كاين فيهم المشكل اللي شايع بزاف في 6-4 هذا هو بربي ان شاء الله نعمل لكم فيديو كي نوض هذه ان شاء الله والسلام عليكم لما عملناش فيديو نتلاقى ان شاء الله في فيديوهات اخرين حنا والوقت باذن الله نعمل لكم فيديو ان شاء الله والسلام عليكم صب في الزيت ما بقالوش صب في الزيت راح نوض نورمالمون نوضها بلا ديبيمتر مازلت ما صبيت لهاش البلاسيور توجور نوض انا هكا بلا بلاسيور ومن بعد نصب البلاسيور ان شاء الله كي تنوض لاباس وكلش تما ونصب البلاسيور نصبوا الزيت ونرجعوا ان شاء الله كيجي بعد راح نلوض صاي صبيت لها زوجي كتاع راكبين كلش راكب حتى لي كروا ركبتهم
سيريين نابولي وسيريا قالوا نوضوا بإذن الله وزادت لي قرعة الماء ما ركبتهاش بدات نصيب مزيد ما صبيتوش حتى يطلع لي بوسوار برك تشيكا قلت لكم يبقى شاعل كاردوتور كالوش طالع شان قد قد هاو حكم نروحو زادك سليرة شوية ستابلر قاعد يخدم ربي يبارك قاعد تلكم دركة كيفها ناضت قال لي غير ركب الواحد بيدفع تشيك بركة ونصب لها البلاسيار والسلام عليكم ونتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات اخرى ومعلومات اخرى هذا ده بعد كي نحط الفلتر ونرجع الدي بي متر دوك يهود تاع الترمينال كي تسخن الطوموبيل نتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات اخرى ومعلومات اخرى وراكم تلقاو لاشين تاعي في اليوتيوب بعد ميكانيك ابراهيم تلقاو فيها معلومات ياسر على الطوموبيلات الكل وتلقاو فيها سيرتو على سيزيكي هذوما بزاف بزاف والسلام عليكم درك بعد ما نضت هذه ندورو لهذيك وما زالت الاخرى هذيك البرة سويفت والسلام عليكم صبيت لها الماء اوتي ولكن زايدة تاع الادميسيون تاع الكنصر منحي زدت ما ركبتوش قلت لكم دوك نركبو ونعاودو نوضها ونشوفو الريجيم تاعها هاو ركبتو الماء فيها نوضها دوك ينقص شويه الماء كي تنوض هاو رجع ريجي ستارتر نورمال يخدم هي البطارية طايحه شويه نعمروها شويه الماء تكون في الدور بطن فهورا هي ينقص الماء في الراديتر لكي لا كومبريسيون في الماء لا حتى فيه دور عربة رحمة ربي اثنين بولدار تفضل السلام عليكم اوكي خرجت البرا كانت حكمة ريزدار خلي سنتها بردت خلي الرادياتور زدت لها الماء درك راني نسنى فيها اي حالة تاثير المصطاع ديريتها هاي لاباس اللي تحت يسخن خلاص اوكي ديماري الفنتيلاتور نحسبو لك قدام نسوقهم هذا هو جوان كيلوس اللي حد يطورها اللي يحوس يعرف الماركة تاع جوان كيلوس باتلانج هذايا او هند راهو ما حاجة نلاحها يجي يزرق يجي لداخل هنا في الباطا تاعو بس انه فونتولاتور مالغري يطول تاعها نحسبو له قدام نسوقهم الموتور يدور لاباس عليه هو كيم فيت الزيت هو كيم فيت تاع الماء هذا بركة يخسر لابواط هذيا بالكراشات بس كان عنده جوان تاع الكاش من فوق يطيش الزيت اجنب من هنا بركة وبدل الناس يبا يطلق البندرات بتاعها